بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح منظومة سلم الوصول لكل من يرقى إلى الأصول للعلامة إبراهيم بن أبي القاسم بن مطير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، المتوفى في سنة 59 و900 من هجرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي المجلس الماضي كان التعليق على المقدمة، وبإذن الله تعالى في هذا المجلس نبدأ الشرح في بداية ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى: تعريف الأصول. والمراد بقوله الأصول أي أصول الفقه، فالألف واللام هي للعهد، وهو لأن موضوع المنظومة حول أصول الفقه، ولأن ذلك يفهم من مقدمته في قوله: الحمد لله الذي علمنا ولاكتساب شرعه ألهمنا، علمنا التفريع والتأصيل والحكم والعلة والدليل. فهذه المقدمة التي فيها براعة استهلال كما مر معنا في الدرس الماضي تشير إلى أن المضمون في هذا النظم سيكون حول علم أصول الفقه. فلذلك عندما قال الناظم رحمه الله تعريف الأصول، فهمنا أنه يقصد أصول الفقه، فيكون هذه للعهد، يمكن أن نقول العهد الذكري، أي أنه قد ذكر قبل ذلك ولو إشارة. ويمكن أن يكون ال هنا أيضا للعهد الذهني، أيضا هذا أيضا محتمل. فعلى كل حال، قال الناظم رحمه الله تعالى: تعريف الأصول. وعادة علماء أصول الفقه أنهم يبدأون كتبهم التي يؤلفونها في أصول الفقه بتعريف أصول الفقه، ليحصل للطالب التصور بمسائل هذا العلم، حتى يكون الطالب على بصيرة في طلبها وتعلمها. لأن الطالب لو تعلم وطلب هذه المسائل قبل أن يفهم ويتصور معنى علم أصول الفقه، ربما يفوته بعض ما يرجو الحصول عليه، وربما يصرف مقصده وهمته إلى ما لا يعنيه في هذا العلم. فلذلك كانت عادة علماء أصول الفقه رحمهم الله تعالى أنهم يفتتحون متونهم ومنظوماتهم بتعريف أصول الفقه، وهذا ما جرى عليه العلامة تاج الدين السبكي رحمه الله، وتابعه في ذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله أيضا في كتابه لب الأصول، الذي هو اختصار لجمع الجوامع لتاج السبكي، وهو ما صنعه الناظم هنا، وهو ما صنعه قبل ذلك إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقة. فالناظم رحمه الله تعالى افتتح المنظومة بتعريف أصول الفقه، فقال رحمه الله تعالى: أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر رحمه الله تعالى في البيت الأول تعريف أصول الفقه. وتعريف أصول الفقه عادة العلماء رحمهم الله تعالى
أنهم يعرفون أصول الفقه بطريقتين. الطريقة الأولى يعرفون أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. والطريقة الثانية أنهم يعرفون أصول الفقه باعتباره لقبا واسما لهذا العلم الشريف. فالناظم رحمه الله تعالى اقتصر في نظمه على تعريف أصول الفقه بالطريقة الثانية، أي باعتباره اسما ولقبا لهذا العلم، ولم يعرف أصول الفقه بالطريقة الأولى. فمباشرة قال: أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. ولو أردنا أننا نعرف أصول الفقه بالاعتبار الأول أو بالطريقة الأولى فنقول: إن الأصل ما ينبني عليه غيره. فالأصل ما ينبني عليه غيره، وهذا معنى الأصل في اللغة. والأصل يطلق على معان عند العلماء، فيطلق مثلا على الدليل، حيث يقول الفقهاء مثلا: الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع، أي أن الدليل على البيع الكتاب في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، والدليل عليه أيضا السنة في أحاديث قولية وأيضا إقرارية. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة وهم يتعاملون بالبيع، وأيضا الإجماع. فعندما قال الفقهاء: الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع، يقصدون بالأصل أي الدليل على مشروعية البيع. فهذا الإطلاق الأول لكلمة الأصل. ويطلق الأصل أيضا على القاعدة المستمرة، فيقال مثلا: الأصل أن الضرر يزال، الأصل أن العادة محكمة، أي القاعدة أن الضرر يزال، القاعدة أن العادة محكمة. فهذا تعريف الأصل. وأما تعريف الفقه فلن نذكره الآن لأنه سيأتي في كلام الناظم رحمه الله. إذن بهذه الطريقة نكون عرفنا أصول الفقه باعتبار مفرديه. والطريقة الأخرى أننا نعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن الشريف، وهو ما سلكه الناظم رحمه الله تعالى، فقال: أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. فذكر رحمه الله تعالى أن أصول الفقه يشتمل على هذه الأشياء الثلاثة: يشتمل على الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. ولذلك نقول: إن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. والمقصود بقوله وحال مستدلها أي الذي يستفيد الجزئيات من الأدلة الإجمالية وهو المجتهد. ومن خلال هذا التعريف، تعريف أصول الفقه بأنه الأدلة الإجمالية، المقصود بالأدلة الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وأن النهي المطلق يفيد التحريم. ثم هذه الأدلة هي موضوع دراستنا في هذه المنظومة. ولذلك هذا النظم ذكر الأدلة الأربع المتفق عليها، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم ذكر دليل الاستصحاب. ذكر دليل الاستصحاب في الفصل الخامس دون غيره من الأدلة، مع أن هنالك أدلة أخرى حصل فيها خلاف بين الفقهاء، لكنه اقتصر فقط على الاستصحاب، وكأنه اقتصر على الاستصحاب لكون هذا النظم مختصرا، فلم يتطرق للأدلة الأخرى التي حصل فيها الخلاف، كشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة وغيرها من الأدلة، وعمل أهل المدينة وغير ذلك.
قال رحمه الله أصوله الأدلة الإجمالية. إذن في هذا النظم ذكر الأدلة الأربع المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذكر أيضا في الفصل الخامس الاستصحاب وهو من الأدلة المختلفة فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا النظم مبحث الاستدلال، وهو المبحث الذي يكون فيه الكلام حول التعارض والتراجيح، وهو المقصود بقول الناظم هنا والكيفية، أي كيفية الاستفادة من هذه الأدلة خاصة عند التعارض وما هي المرجحات. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى نظمه بحال المستدل، والمستدل هو المجتهد الذي يستنبط الجزئيات من الأدلة الإجمالية. فيكون الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم الموجز الذي لا تزيد أبياته على 100 بيت قد تكلم على كل ما تضمنه تعريف أصول الفقه، تكلم على الأدلة الإجمالية، تكلم على كيفية الاستفادة، استفادة الجزئيات من الأدلة الإجمالية، تكلم على حال المستفيد أيضا. ولذلك هذا النظم يعد شاملا لأبواب أصول الفقه السبعة التي ذكرها التاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه جمع الجوامع. ومن خلال هذا الكلام تفهم أن هذه المقدمة ليست داخلة في أصول الفقه، وإنما هذه المقدمة أو المقدمة، مقدمة إذا كان الفعل لازما من قدمة، ومقدمة إذا كان الفعل متعديا، هذه المقدمة أو المقدمة ليست من أصول الفقه، وإنما تذكر لتعريف أصول الفقه كما تقدم. ما أهمية ذكر تعريف أصول الفقه؟ أن نبين أو أن يبين الناظم للطالب ما هي مسائل هذا العلم، ليكون الطالب لديه التصور التام في طلبها والوقوف عليها، حتى لا ينشغل الطالب بمسائل أخرى يظنها من أصول الفقه وليست من أصول الفقه، وحتى لا تفوته مسائل أصول الفقه. فلذلك صارت عادته أهل العلم، علماء الأصول، أنهم يعرفون علم أصول الفقه في بداية متونهم وكتبهم. إذن بهذا نعرف أن هذه المقدمة ليست داخلة في صلب علم أصول الفقه، لكن فيها ما يحتاجه القارئ والطالب في علم أصول الفقه. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى افتتح منظومته بهذه المقدمة، فعرف أصول الفقه. وعادة أهل العلم أنهم عندما يعرفون أصول الفقه يتطرقون إلى تعريف بعض الألفاظ التي ذكرت في تعريف أصول الفقه. فمثلا يعرفون أصول الفقه، تأتي كلمة الأدلة، يحتاجون إلى تعريف الدليل، ما هو الدليل. أيضا أصول الفقه، تعريف أصول الفقه، يحتاجون إلى تعريف الفقه. ثم عندما يعرفون الدليل، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر إليه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فيعرفون النظر، ثم يعرفون التصور، ثم يعرفون التصديق، ويعرفون هذه الأشياء، حتى هذه المصطلحات التي هي بمثابة المفاتيح يعرفونها للطالب، حتى إذا وردت على الطالب في أثناء دراسته يكون على بصيرة منها. فعادة أهل العلم أنهم يذكرون هذه التعاريف أيضا في مثل هذه المقدمات، وهذا ما صنعه تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتابه جمع الجوامع. إذن الناظم رحمه الله تعالى يقول أصوله الأدلة الإجمالية وحال مستدلها والكيفية. ونخلص من هذا أننا نقول
إن علم أصول الفقه ما تضمن هذه الأشياء الثلاثة، وهي أنه يدرس الأدلة الإجمالية، ويدرس كيفية استفادة جزئياتها، ويدرس أيضا حال المستفيد أي حال المجتهد. طبعا بعض العلماء يرى أن علم أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية فقط دون حال المستفيد ودون كيفية استفادة الجزئيات، وهذا ما كان أو ما فعله تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع، وإن كان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري خالفه في المختصر، فذكر أن أصول الفقه يشمل الأمور الثلاثة التي هي الأدلة الإجمالية وحال المستدل وكيفية استفادة جزئياتها. إذا تقرر هذا عندنا، قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك: والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت تعريف الفقه، وإمام الحرمين رحمه الله تعالى عرف الفقه في متن الورقات فقال: الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فقوله معرفة أي ظن، وقوله الأحكام الشرعية أخرج به الأحكام غير الشرعية كالأحكام العقلية مثل الكل أعظم من الجزء والأحكام اللغوية ونحوها، وقوله التي طريقها الاجتهاد هذا قيد أخرج به الأحكام الشرعية القطعية، فالأحكام الشرعية القطعية التي ليس فيها اجتهاد وإنما تعرف بطريق القطع كمعرفة وجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان، فهذه لا تسمى فقها في الإصطلاح. أما المسائل غير القطعية، المسائل الظنية التي هي محل خلاف بين الفقهاء والتي معرفتها تكون بطريق الاجتهاد، فتلك هي المسائل التي تسمى فقها في الاصطلاح، كعدم وجوب الموالاة في الوضوء، وكون التيمم يبيح الصلاة لا يرفع الحدث، وكون الفاتحة قراءتها واجبة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وعدم وجوب الزكاة في الحلين، ووجوب تبييت النية في صوم الفرض. فهذه الأحكام ونحوها من الأحكام الاجتهادية هي التي تسمى فقها، والعالم بهذه الأحكام هو الذي يسمى فقيها. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم، والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي، هذا التعريف هو مأخوذ من تعريف إمام الحرمين رحمه الله تعالى في الورقات. ويؤخذ من هذا التعريف، يستفاد من هذا التعريف، أن الفقيه هو من يعرف الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد، هو من يعرف الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. فالفقيه هو المجتهد، ومن لم يكن مجتهدا فلا يسمى فقيها بل هو مقلد، ولذلك المقلد لا يدخل في دائرة الفقهاء إذا كنا نقصد بالفقيه المجتهد. وهذا يعني قوله هنا: والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. قوله بالاجتهاد، الباء هنا سببية أي بسبب الاجتهاد، تمام، أي بطريق الاجتهاد، هذا المقصود. فقوله بالاجتهاد السامي هذا وصف للدراية التي هي المصدر المؤول في قوله أن تدري، والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي، أي والفقه دراية بمعنى معرفة الأحكام الشرعية بالاجتهاد. فقول إمام الحرمين رحمه الله تعالى في التعريف السابق الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قوله التي طريقها الاجتهاد صفة للمعرفة أي معرفة طريقها الاجتهاد، وهنا نقول كلمة بالاجتهاد صفة للمصدر أو الجار والمجرور صفة،
للمصدر المؤول في قوله أن تدري. فإعراب البيت الفقه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، أن أداة نصب، تدري فعل مضارع منصوب بفتحة مقدرة، والجملة المصدر المؤول أن تدري والفاعل طبعا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمصدر أن تدري في محل رفع خبر، أي والفقه دراية الأحكام الشرعية بالاجتهاد، أي بطريق الاجتهاد. وأيضا في قوله أن تدري من الأحكام، قوله من الأحكام هنا من ليست للتضعيف، وإنما هي لبيان الجنس، والأحكام هنا المقصود بها جنس الأحكام، أو المقصود بها معظم الأحكام الشرعية. والعلماء يقولون الفقيه يطلق على من يعرف الأحكام الشرعية إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، أو بالقوة القريبة من الفعل، أي عنده استعداد وتهيؤ نفس للعلم بجميع الأحكام الشرعية لأنه متأهل للاجتهاد. ومنهم من قال إن الأحكام هنا للعهد، ومنهم من قال إن الأحكام هنا للاستغراق، ومنهم من قال غير ذلك. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفقه أن تدري من الأحكام شرعيها بالاجتهاد السامي. ثم قال رحمه الله: والحكم إن عوقب تارك وشر أو فاعل فهو حرام يجتنب، واندب إذا أثيب من قد فعله، أو تارك ممتثل فكرهه له، أو لا ولا فهو المباح باستواء، وقد يصير طاعة إذا نوى. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت تعريف أو أقسام الحكم التكليفي. وفي الحقيقة الناظم رحمه الله تعالى طوى الكلام على تعريف الحكم الشرعي، ولعله فعل ذلك لأن هذا النظم للمبتدئ. وإلا فقبل أن نذكر أقسام الحكم التكليفي، من المناسب أننا نذكر أولا ما هو الحكم الشرعي، ثم أقسام الحكم الشرعي. إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم وضعي وإلى حكم تكليفي، ثم نذكر أقسام الحكم التكليفي. فلذلك نقول إن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم أو بأعم وضعا أو بأعم وضعا، هذا تعريفه. الحكم الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا. قول العلماء خطاب الله هذا قيد أخرج خطاب غيره عز وجل، كخطاب السيد لعبده فلا يسمى حكما شرعيا، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تابع لخطاب الله تعالى. وقول الفقهاء أو قول الأصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قولهم بفعل المكلف أخرج خطاب الله المتعلق بغير فعل المكلف، كخطاب الله المتعلق بذاته بأسمائه وصفاته، المتعلق بالجمادات كآية الكرسي على سبيل المثال، هذه فيها خطاب الله المتعلق بذاته، كذلك سورة الإخلاص، كذلك ما ذكر الله عز وجل فيه خلق السماوات والأرض والجبال وما شابه ذلك، فهذا من خطاب الله المتعلق بغير فعل المكلف فلا يسمى حكما شرعيا. وقول علماء الأصول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا، قولهم اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا هذا قيد أيضا يخرج خطاب الله
المتعلق بفعل المكلف لكنه ليس فيه اقتضاء وليس فيه تخيير وليس فيه وضع، مثلا كالآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها خلق الإنسان، أو أن الإنسان سخر له أن يمشي في الأرض، أو أن الله سبحانه وتعالى خلق فعله كقول الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآيات مثلا هي تتعلق بفعل المكلف لكن ليس فيها اقتضاء، ليس فيها تخيير، ليس فيها وضع، فلا تدخل في الخطاب الشرعي. إذا تقرر هذا عندنا فإن الخطاب الشرعي نقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا. واقتضاء يعني طلبا، فقد يكون هذا الطلب طلب فعل أو طلب كف. وتخييرا أي بين الفعل وترك الفعل، وهذا هو المباح. وقول علماء الأصول وبأعم وضعا أي بأعم من فعل المكلف، ولأن الحكم الوضعي لا يتعلق فقط بفعل المكلف بل يكون أعم من فعل المكلف، فقد يتعلق بأمور لا علاقة للمكلف بها، فمثلا زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب، وهذا لا يتعلق بفعل المكلف. ولذلك قالوا وبأعم وضعا أي بأعم من فعل المكلف، وهذا هو الخطاب الوضعي أو الحكم الوضعي، وهو يشمل السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد. والناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم المختصر لم يتكلم على الأحكام الوضعية، وإنما تكلم على الأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هي كالتالي، قال رحمه الله والحكم أي والحكم التكليفي، لأن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. فالناظم لم يتكلم على الحكم الوضعي كأنه اختصارا من باب الاختصار، تكلم على الحكم التكليفي. فلما قال الناظم والحكم إن عوقب تارك وجب، مراده أقسام الحكم التكليفي. والحكم تقدم تعريفه، وينقسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام أو إلى 6 أقسام بناء على هل خلاف الأولى حكم مستقل أو ليس حكما مستقل، وبناء على أن المباح يدخل تغليبا في الأحكام التكليفية. فقال الناظم رحمه الله تعالى والحكم إن عوقب تارك وجب أو فاعل فهو حرام يجتنب، واندب إذا أثيب من قد فعله، أو تارك ممتثل فاكرهه له، أو لا ولا فهو المباح باستواء وقد يصير طاعة إذا نوى. الناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا تعريف الأحكام التكليفية، ولعل الناظم طبعا هو عرف الأحكام التكليفية بما يسمى بالرسم والثمرة وليس بالحد، ولعل الناظم رحمه الله تعالى آثر ذلك تيسيرا على الطالب المبتدئ، فقال إن الواجب ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه. فنقول إن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فقولنا ما يثاب على فعله يخرج المباح والمكروه والحرام، وقولنا ما يعاقب على تركه يخرج المندوب. ولذلك الناظم رحمه الله تعالى عندما قال والحكم إن عوقب تارك وجب، هذا تعريف الواجب، وأما الحرام فعرفه بقوله أو فاعل فهو حرام يجتنب، أي إن عوقب
فاعله فهو الحرام الذي يجتنب. والحرام تعريفه ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. نعم. وقوله ما يثاب أو قولنا ما يثاب تاركه يخرج بذلك الواجب والمندوب المباح، وقولنا ما يعاقب فاعله يخرج بذلك المكروه، لأن المكروه لا عقاب على فعله. ومثال الحرام عقوق الوالدين والكذب، ومثال الواجب مثلا الصلوات الخمس والصيام والزكاة وما شابه ذلك من الواجبات. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: واندب إذا أثيب من قد فعله أو تارك ممتثلا فكرهه له. قال واندب أي أن المندوب، وأيضا يسمى المستحب، ويسمى أيضا سنة، ويسمى أيضا نفلا، فهذه الأسماء مترادفة عند الأصوليين. نعم حصل فيها بعض الخلاف، لكن إجمالا نقول المستحب والمندوب والسنة والنفل مترادفة عند الأصوليين، والمندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. فقولنا ما يثاب على فعله يخرج به الحرام والمكروه والمباح، وقولنا ما لا يعاقب على تركه يخرج به الواجب. ومثال المندوب غسل الجمعة والتشهد الأول في الصلاة والسحور في رمضان وغير ذلك. وقول الناظم رحمه الله تعالى: أو تارك ممتثلا فكرهه له، يعرف المكروه بأنه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وحينئذ نقول قولنا ما يثاب على تركه يخرج به الواجب والمندوب والمباح، وقولنا ولا يعاقب على فعله يخرج به الحرام. ومن أمثلة المكروه مثلا الجلوس في المسجد قبل أن يصلي ركعتين. هذه تعريفات التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي تعريفات بالثمرة. ولو أردنا أن نعرفها بالحدود فنقول: ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما فهو إيجاب، ويسمى أيضا وجوب. ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما يسمى إيجاب، وأيضا يمكن أن يسمى وجوبا. وما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء غير جازم فهذا يسمى ندب. طبعا ما اقتضى أي ما طلب خطاب الشرع فعله اقتضاء أي طلبا غير جازم يسمى مندوب أو مستحب. تمام. ونقول أيضا ما اقتضى خطاب الشرع تركه أي الكف عنه اقتضاء جازما تحريم، وما اقتضى خطاب الشرع تركه اقتضاء غير جازم يسمى مكروها إن كان بنهي مقصود، ويسمى خلاف الأولى إن كان بنهي غير مقصود. هذه الأحكام الخمسة: إيجاب، ندب، تحريم، كراهة، خلاف الأولى. مرة أخرى نعيدها، نقول ما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء جازما إيجاب، وما اقتضى خطاب الشرع فعله اقتضاء غير جازم ندب، وما اقتضى خطاب الشرع الكف عنه اقتضاء جازما تحريم، وما اقتضى خطاب الشرع اقتضاء غير جازم ننظر فيه. إن كان بنهي مقصود كالنهي عن الجلوس في المسجد قبل صلاة الركعتين فهو مكروه، وإن كان النهي غير مقصود كالنهي المستفاد من الأوامر بالسنن والمندوبات والمستحبات فهو خلاف الأولى كترك سنة الضحى. وطبعا المقصود بالنهي المقصود والنهي غير المقصود. يقولون المقصود بالنهي المقصود أي ما ورد في خصوص المسألة، والنهي غير المقصود ما ليس في خصوص المسألة.
ولذلك عبر بعضهم كتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع بأن المكروه ما فيه نهي مخصوص، أي ورد في خصوص المسألة. وهنا يعني الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر خلاف الأولى، لم يذكر خلاف الأولى. وعلى كل حال، فائدة التفريق بين المكروه وخلاف الأولى أن نعرف مراتب النهي، فإن ما ورد فيه نهي مقصود أي نهي مخصوص أشد مما ورد فيه نهي غير مقصود، وهذا مما يعين على معرفة الأولويات عند التعارض وارتكاب أدنى المفسدتين اجتنابا للأعظم منهما. وقد بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى أمورا هي من خلاف الأولى وأمورا أخرى من المكروه. وعلى سبيل المثال، الفقهاء يقولون إن المكروه يطلق، أو يقول علماء الأصول إن المكروه يطلق على ما كان فيه نهي غير مقصود. لكن نجد أيضا أن الفقهاء يعبرون أحيانا بخلاف الأولى لما فيه خلاف والمعتمد جوازه، يعني بعض الأشياء يكون فيها خلاف، بعض الأمور يكون فيها خلاف المعتمد في المذهب جوازها، ومع ذلك مع أن المعتمد في المذهب جوازها يقولون إلا أنها خلاف الأولى. يعني على سبيل المثال، في الوضوء، إذا نوى الإنسان في الوضوء فرض الوضوء أو نوى أداء الوضوء فلا إشكال في ذلك، لكن إذا توضأ وكان ينوي الوضوء هكذا، ينوي الوضوء فقط، فقالوا إن نية الوضوء خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ قالوا لوجود الخلاف فيها، لوجود الخلاف فيها. ومما ذكروه أيضا في هذا صلاة العيدين، قالوا يستحب تأخير صلاة العيدين حتى ترتفع الشمس قدر روح، خروجا من خلاف الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا قالوا فصلاة العيدين قبل ارتفاع الشمس قدر رمح خلاف الأولى. وهنالك مسائل حصلت أو حصل فيها الخلاف بين الفقهاء، هل هي من باب خلاف الأولى أو من باب المكروه؟ وعلى سبيل المثال أذكر مسألتين. مسألة قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، هل قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة مكروه أو خلاف الأولى؟ حصل خلاف. العلامة باعشر رحمه الله تعالى صاحب بشرى الكريم ذكر أولا في هذه المسألة، عندما تطرق لها ذكر أولا كلام العلماء في التفريق بين خلاف الأولى والمكروه، ثم قال كلاما خلاصته أن قراءة السورة في الثالثة والرابعة أي السورة التي بعد الفاتحة ليس مكروها. قال وأما كونه خلاف الأولى فإن قلنا بالمعتمد من عدم سنيتها فهي خلاف الأولى، إن قلنا بالمعتمد من عدم سنيتها فإنها خلاف الأولى. وكذلك حصل خلاف بين الفقهاء في إزالة النجاسة بماء زمزم، إزالة النجاسة بماء زمزم، هل هو من باب المكروه أو من باب خلاف الأولى؟ قال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في الإقناع والمعتمد أنه من باب المكروه. على كل حال، فائدة معرفة المكروه وخلاف الأولى كما تقدم أن نعرف مراتب النهي، فما ورد فيه نهي مخصوص أو نهي مقصود يكون أشد مما يكون أشد مما ورد فيه نهي غير مقصود، والنهي الغير مقصود هو النهي الذي يستفاد من الأوامر بالسنن والمندوبات، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. ولعلني أسهبت معكم في الكلام حول المكروه وخلاف الأولى. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك واندب إذا أثيب من قد فعله أو تارك ممتثلا فكرهه له. قوله ممتثلا أي أنه فعل هذا الشيء امتثالا، وهذا شرط في حصول الثواب،
فمن فعل الواجب لا امتثالا أو فعل المستحب لا امتثالا أو ترك الحرام لا امتثالا أو ترك المكروه لا امتثالا فإنه لا يصح. فشرط حصول الثواب أنه يفعل ذلك امتثالا، حتى يثاب لا بد أن يفعل ذلك امتثالا. نعم قد يصح العمل، قد تصح العبادة، لكن قد يصح العمل لكن لا يثاب إلا إذا كان ممتثلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال الناظم رحمه الله: أولى ولا، فهو المباح باستواء، وقد يصير طاعة إذا نوى، أي إذا كان الفعل مما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه فهو المباح. يمثل له الفقهاء، قالوا مثل النوم والأكل والشرب والمشي، فهذه أفعال لا ثواب فيها ولا عقاب عليها، فيستوي فيها الفعل والترك، فهي من قسم المباح، والمباح يدخل تغليبا في الأحكام التكليفية. لكنه قال: وقد يصير طاعة إذا نوى، أي أن المباح قد يكون طاعة إذا نوى صاحبه به أمرا مما رغبت فيه الشريعة الإسلامية. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء، لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. أي إذا نوى الإنسان بفعله المباح طاعة الله عز وجل فإنه يثاب عليه. فإذا نام على سبيل المثال بنية التقوي على قيام الليل فإنه يثاب على ذلك، إذا أكل بنية التقوي على طاعة الله فإنه يثاب على ذلك، إذا أنفق على أسرته على زوجته وأولاده بنية الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. إذن نقول المباح يصير طاعة بالنية، يصير طاعة بالنية، وهذا ما عناه الناظم رحمه الله تعالى بقوله: وقد يصير طاعة إذا نوى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.